بقولك ايه، هو انت مش بتتدربي في قسم الفن؟ انت ايش دخلك انت في الجنيه ابو جمل والجنيه الجبس؟ ما تركزي لنا كده في الموزس. ايه مريم فارس مثلا، هيفا، ظافر العابدين. ظافر في عينك قليله الادب، ذاكري الكلمتين ينفعوك يا اختي. هو انا قلت ايه؟ وفي ايه يا ماما؟ انا بقول مريم فارس. سيبيها يا ماما، هي اتكلمت.